بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم، وأتمنى أن تكونوا بأحوال طيبة إن شاء الله. لنا لقاء جديد من خلال مدخل القسط بعنوان صلاتي تنظم حياتي. وأهداف درسنا هي كالتالي: أن أتعرف كيف تنظم الصلاة حياتنا، وأن أتعرف أيضاً أثر الصلاة في تحسين السلوك. لنتابع في الملخص: الصلاة هي عماد الدين، وهي ركن من أركان الإسلام الخمسة. لا يصح إسلام المرء بدونها، وقد فرض الله عز وجل علي 5 صلوات في اليوم، كل في وقتها، كما أوجب علي المواظبة عليها، ولهذه المواظبة أثر إيجابي على حياة الفرد والمجتمع. جيد، إذن ما هي الصلاة؟ حينما أقول ما هي الصلاة في اللغة فهي الدعاء، وفي الاصطلاح تعني عبادة الله وتعظيمه بأقوال وأفعال مخصوصة تبدأ بالتكبير وتنتهي بالتسليم، أي أنني حينما أقوم للصلاة فأنا أقول أقوال وأفعال مخصوصة، وأبدأ الصلاة بالتكبير وأنهيها بالتسليم. إذن ماذا تعلمني الصلاة؟ ماذا تعلمني؟ حسن جدا، تعلمني أن أحترم الوقت وأن أتحلى بالنظام، فأنا أعرف أن للوقت قيمة ثمينة. وأيضا الصلاة تربي المؤمن على مراقبة الله له في كل حركاته وسكناته، أي أن الصلاة تعلمني أن الله يراقبني. ثم كذلك تزود الإنسان بطاقة روحية تعينه على مواجهة الشدائد والمحن، وتقوي الصلة بينه وبين ربه. إذن إلى أن نلتقي في درس قادم إن شاء الله، لكم مني أحلى سلام.